يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى، أو قدام بأي طبنك مع الموت أقيمة هبطنا. يوم عرفة دي أنو كب لونه ومركي قبل كنا عين رب العمي صلاة دي المخرب مركي لا دمي إلا قبل ككلو كنا عيو فضل جيدا بطن نوه كسو غيها مالكي مالك يوم عرفة ومالك فضل جيدا آدوية وفرصة يجانس آد أقيم بضن عدي الله سبحانه وتعالى أقرنسيو أوافتشيو خير كذن كفايدي ستو يوم عرفة وحكم تاي طبنك مع الموت أما المها سنت كوب فضل جبضن إلى هنا وشعليه حلي نبغى عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا عند الله أيام العشر ما المها الدنيا ذا إلهي أكتي وحاء فضل بضن ما المها طبنك بشد الحجو وهرية يوم عرفة طبنك ما المها بيكم التحي ولبنا ما المها طبنك ووسي خير كبضن بيكم التحي وما المها نبي قلت المام عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام وما المها سبحانه وتعالى عمل عباد الله السمية ومشعرية أي يوم عرف كم انتهى فضل قيد يقيمه وحين تصيى الله سبحانه وتعالى إنه كدارتي الله سبحانه وتعالى مخلوقات كيس وحي الضناء كدارتا لكن وحو وينيسين يوم كدارتا وحاكتي سقيمة كله وقو وينيسين أيو الله سبحانه وتعالى كدارني وحال سبحانه وتعالى كدارتي طبعا كان مع الموضة فضل قبضا ويوم عرف كم انتهي سيقارنا الله سبحانه وتعالى وقدارت والفجر وليال عشر وحلقوا بالقاضية مالك الله سبحانه وتعالى حرير ونكسن هدي الله سميسو إن الله سبحانه وتعالى ونارتك حريني لقابت بادني لقوا ضمانت قاضية نارتين هذا القلي عتقي قسيدة سلوغة شيدة وحرير نبقى عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبده من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء حلي النبي عليه الصلاة والسلام مال إلهي أضام حري مجرت كبضا مالك عرفة مال ما حصلت كي ومالك وقبضا يا الله سبحانه وتعالى أدوم مدي سنارت وكحريني الله سبحانه وتعالى وصور دواني مالك عرف قلي كذا ضبع طبعا نما رأيك توفاني وحورنا يا ما أراد هؤلاء كواسي محيدوني تتكوك فاني أنا وضد كرامله وضد الله سبحانه وتعالى أدن بدافي وضد الله سبحانه وتعالى نارتي سكحريي تدك النوع سوم كفاني الغفاني ما يضد دنبي حنبارسا قبض فلي قابس كسوغا كو النوع سوم الغفاني ما يضد مالك مالين كاس قفكو هدي سوى مخلصة ضاعدة قلب يسو سوچيدو مالك وددال كبضيو اللنا سبحانه وتعالى سوى نقصن سوحره وحكم النقر يكوى اللنا سبحانه وتعالى نارتك حرين وحكم النقر يكوى اللنا سبحانه وتعالى وكفاني إذن يوم عرفة
ويوم العتق من النيران ومال ليس كحرين يا النار ليس كحرين فضايش إذا وحا كميدا مالك الله شيغي إن أيتهاي يوم عرفة يوم ذكر لله عز وجل مال لوغ تلقل يا من لو أستي إله إلا حسن ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وحي حسين الله سبحانه وتعالى ما الله يسليقان الأيام المعلومات ما الله يسليقان إله إلا حسين وتمكن مال الله مالك عرفة مالك إذا السقالات إذن يوم عرفة ومالك السقالات ومالنا الله سبحانه وتعالى الله حسين وحكى له قلت المامي نبي قلت المام عليه الصلاة والسلام يوم عرفة إنه يهي مالنا الله سبحانه وتعالى الله حسين الله سبحانه وتعالى حسكي صلى الله عليه وسلم وحلقة المامي يوم عرفة إن ايتهاي مال عيدين وايكم ايتهاي عيدها مسلمين تو إليه ومالك السقالات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام لنبغى عليه الصلاة والسلام مالك عرفة يا مالك حجة تبناد عيد الأضحى عيد عرفة مالك كذا يا صدح لما الموضة كدن بي وحول نبغى كنت الماما عيدنا أهل الإسلام وعيد يضا هداننا هاي مسلمين تهدياننا وما المعيدين بنبغى كنت الماما عليه الصلاة والسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وأنا ما الموح لعنه وحلا عبه ألنا سبحانه وتعالى الله حسن أسبوع عيديس ومالك جمعوي صنتك عيده سنوى اللحم الموت الله بضع أين نقانه ليس صباحه صلاة عيد اللي نوشي دي عيد الفطر وعيد الأضحى عيد الأضحى بوي ويوم الحج الأكبر ومالك حجك وينا وأفضل الأيام عند الله على الإطلاق مالمها سنتك ومالك وفضلك بدل على الإطلاق وحكو سوحيك يوم عرفك سوحيك مالكاس أيا وحا كل ما أفر مال موت با كل ما ومالك السقالات أكوه الرئيسة يومالك كوبية تبنات يومالك عيد كحيقة يومالك اللبية تبنات يومالك صدحية تبنات مركا لحظة مال موت سنتك إلا عيدة عيد رمضان بيش شوال كودي دوام كريجت بملتا انت مالك السقالات ويوم عرفة مالك التبنات يوم عيد الأضحى صدح ذا مال مود كحيقة شنطة مال مود ايس حيقنا حديث كي هدا ينشيق ان نبي وحقوط المام عيد إليه يوم عرفة وصقالك ويوم النحر وأيام التشريق وصدحنا كدن بايا عيدنا أهل الإسلام بولي نبغى عليه الصلاة والسلام إذن يوم عرفة وحيكم التهاي مالمها عيدها مسلمين أصول نغم قرية إلا يسول إماني إلا كل ما عبادة الله سبحانه وتعالى لغو كل ما أيكم التهاي لحظة مالموت يوم عرفة وحيك قد وانتهي لحظة مع الموت أما شنطة مع الموت أكله
ee maalmaha ciidda lagu tilmaamay in la sooma xaaraan wey. Haddii la soomana soomkeedu ansixi maayo, bal in la soomo waa lagu dambaabaya. Laakiin maalinka carafa soomkeeda qofkii aan xaaji ahay laba sano dembigeed baa lagu dhaafaa. In la sooma ajarkeedu aad buu weyn yahay. Waa soonanka gaarka ah ee waqtiga leh ee fadliga gaarka ah loo sheegay ee la doonayo in soomkeeda lagu dadaalo, bal garan mayno maalinka gaarka ah soomkaas sunnahee la soomayo fadliga loo sheegay. Waxa weeye maalin kaloo loo sheegay garan mayno soom sunna ah. Idan yowmu carafa, qofku hadduu xaaji yahay waxaa loo jideeyaa inuu afuro, inuu soomana waa karaahiyo, karaahiyay noqonaysa, laakiin waa soomi karaa. Amaa labada maalmood ama labada maalmood ee ciidaha iyo saddexda maalmood ee ciidul adxa ka dambeeya, soomkoodu xaaraan waay. Saddexdaa maalmood qofka xaajiga ah ee hadyigu ku waajibay xoolo inuu gowraco, lacagteeda awoodi waayey, isaga waa loo ogol yahay inuu soomo. Oo waxa weeye hadyigii lagu yeeshay bedelkiisa uu soomo waa loo ogolyahay, laakiin dadka kale looma ogolo. Kii hadyiga haystayna looma ogolo, dadkii kale aan xujayda ahayna looma ogolo maalmaha inay soomaan. Maalinka tobnaad, koob iyo tobnaad, laba iyo tobnaad, saddex iyo tobnaad looma ogolo. Ama maalinka carafa wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, axtasibu cala allah, ilaahay waxaan ajar kaga dalbayaa maalinka carafa an yukafira sanatayn, sanatin maadiya wa sanatin mustaqbala, laba sano dembigeed baa lagugu dhaafayaa. Waa halka maalin soomkeeda, sanad tegey iyo sanad soo socda. Sanad tegey wixii gaabis iyo dembi kaa dhacay baa lagugu dhaafayaa, sanadka soo socdana wixii kaa dhici doona waa lagu sii qadimay dembi dhaaf, ayaa lagu sii qadimay. Laba sano dembigeed baa lagu dhaafayaa. Dunuubta noocaas ee la dhaafayaana waa dunuubta sagaa'irta aan waaweynay. Ama dunuubta waaweyn, khamri in la cabo, in la zinaysto, riba in la cuno, xoolo in la dhaco, xuquuqul waalideyn in la sameeyo, caydi iyo waxyaabaha la midka ah, wixii dunuub ee waaweyn iyadu toobad bay u baahan tahay, si gaara ilaahay inaad uga toobad keento. Laakiin waa dunuubta sagaa'irtaabaa laysu dhaafaya. Waxaana meesha iskaga sugan qofku maalinka haddii uu si wanaagsan ilaahay isugu xidho, soomkeeda ku dadaalo, xuska alle subxaanahu wa tacaala badiyo, alle subxaanahu wa tacaala u soo noqdo maalinka uu badsado, khayrka badsado, taa lafteeda waxay tahay noqosho alle subxaanahu wa tacaala uu u soo noqonayo. Culimada qaar waxay leeyihiin xataa dunuubta waaweyn baa lagu dhaafayaa maalinka haddii uu u banbaxo naxariista alle iyo dembi dhaafkiisa, ilaahay dembi dhaaf u weydiisto, dunuubtii ka dhacday ilaahay uu ka weydiisto. Waxay noqonaysaa tawbad caama oo ilaahay uu toobad keenayo, dunuubtoo dhan baa loogu dhaafayaa, ama ha weynaato ama ha yaraato. Waayo maalinkaa dhan ee uu sooman yahay, ee ilaahay dembi dhaaf uu weydiisanay, khayrka uu badsanayo, iyada lafteeda waxay noqonaysaa soo noqosho ilaahay uu soo noqonayo, oo dunuubtoo dhan baa loogu dhaafayaa. Waxaanu ku soo koobaynaa hadba xaalkaagu sida uu yahay. Haddii maalinka khayrkeeda markaad waddo
ذنوبتنا أدنى عوضه إلى قفك وابن آدم إستغوى حسكي الله وضع أياها دنالين عكلا ذنوبه إسكراك بصديقه سمايني قفك النوع سواحين لنا هاي ذنوبتي أردتك تاي صغيرتها وأولا فيا لكن وحوية ذنوبتها هذا كرد عيسي كوي ووينا وحوية أنت ما وحبه وتر ميسو هدي لكن مالك هو هذا سؤال عليه وددالك أولا بالله وصومه خير كبت صدو وحين نقول إيسا توبت وحلم الله نافيه مركز سامين تمالي كاس ذنوب تاذا هي سامين ايسو اما هو انا تاما هي رات حدبا سيدا مالي كاذو دداشو ايا وحوية سامين كويا لنيس ولا ليا مالي كعرفة استاميه دا وحكم دا ويوم حسن الظن بالله عز وجل ومالي لدون أي إله ملاه اللون أشيء، وما لله دون أي وحنا أكسنا الله سبحانه وتعالى إن تكفلته، وما لكائن تلماني تلماني إلهي نبشعليه، وما لكاس تذكر إلهي النار تكحرين أيه، لو تلماني ما لك هو بطن نيته، وما لنا الله سبحانه وتعالى هو دم دافه. وقف كستو صوما لبسنا دب يدلو دافي تتكالا محاكمة مالك خير كيدو سيدا وبرية الله سبحانه وتعالى وصول دواني اسمدا الدنيا دو ويماني او الدو مديس كفاني مالك النوع عاصا وحل الدنيا الهي ملاه الولاج شيخي إمامك ويناء عبد الله بن المبارك أي وحا وحا من سفيان الثوري وعلم دي ويناء كمدا شيخي السناء وحا نوي من مال عرفان ويم إسوى تشلب تشوكسن وتشلبه سكتاغا المدن كدا أيسو أو المينيو طبعا نوحل وحا ويدي مالكا عرفا ضدك يا أوليتا من أسوأ الناس في هذا اليوم مالكا ضدك يا أوحل أوليتا سفيان الثوري وحيو جوابي أسوأ الناس في هذا اليوم الذي يظن أن الله لا يغفر له ما أنت تضوح أوليتا وحدد روح قفك أم علينا إياه ما أنت إلهينا نودن بدافه كسدد وليت وحاسو خير يدو الله شاقي وحاسو دن بدافه يدو الله شاقي وحاسو خلقي ونارت لغو حرين يدو الله شاقي إلهين وصود وانا يدو الله شاقي مالك وحاسو خير يدو الله شاقي قفك حدنا إسلاه ذنبيه كسارا عليس كود مالك كان وحبك ترماي كوا إلهي أدن بدافي كمن متيهد كوا نار تلو حرين أي كمن متيهد قفك صدا أرني وقفك وليت إذن وما لدون أيو الله سبحانه وتعالى ملاه اللبونة وقفك إنت وددالو إنو آدم غفي الشوء الله سبحانه وتعالى وحوي الله سبحانه وتعالى وكفرنا والله يوم عرفة وما للدعاء بل دعاء دعاء للدعاء استوى دعاء ده مخير كبيرا دعاء ده نوى الله شيمية حلي نبو عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة دعاء للدعاء استوى وحاوه خير بدن دعاء مالك عرف للدعاء استو وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam duca la ducaysto sanadkii waxa ugu khayr badan ducada maalinka carafa la ducaysaday. Wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wax maalinkaa lagu qowlo oo maalinkaa lagu celceliyo oo lagu hadlo waxa ugu fadli badan wixii nabiyadu ay ku hadlayeen calayhi salaatu wasalaam oo ah kalimatu tawxiid, laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu lxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir. Kalimatu tawxiid in la badiyo, in lagu soo celceliyo, in waxa weeye maalinkaa alle subxaanahu watacaala la kala yeelo. Yowmu carafa waa yowmu tawxiid, yowmu tahliil waa maalin tahliisha lagu soo celceliyo, waa maalin tawxiidka la badiyo, waana ta keentay naarta in layska xoreeyo. Waayo tawxiidku wuxuu kaa xoreynayaa, naartu kaa xoreynaya. Man qaala laa ilaaha ila allah dakhala aljanna, man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna. Qofku hadduu laa ilaaha ila allah qalbiga ka yidhaahdo isagoo ilaahay u barax tiraya, gayra shaakin, isagoo aan ka shakisanay, waxa weeye jannada laga xijaabin baay, jannada ayuu gelayaa, naartana waa laga badbaadinaya. Waa maalin tawxiid wey, waa maalin duco la doonaya, ducada in la badiyo oo ducadu ay mustajaaba tahay qofka shuruuddeeda laga helay, inuu xalaal cun yahay oo xalaasha uu ku dadaalo quuto, inaanu tacaddi iyo xadgudub ducada ku samayn, in markuu ducaysanayo uu Ilaahay soo qaabilo, waayo qof moogan oo maqan waxa weeye ducadiisu macnaya samayn mayso. Ee wuxuu ku ducaysanay, yaa alle subxaanahu watacaala baryada uu baryayo inuu la nool yahay, fahansan yahay, qalbigiisu soo jeedo, bitadaruc waltadallul walilxaax, in markuu ducaysanayo ilxaax uu sameeyo, ducada ku celceliyo, baryootamo, isbihin bihiyo, udcuu rabbakum tadarucan wakhufiya. Waayo qofku markuu ducaysanayo axwaal buu leeyahay. Waa aragteen oo dadka ducaysanaya say u kala duwan yihiin, muuqaalkooda laga arkayaa sida uu u soo jeedo. Midna waa ducaysanaya ishana meel kale la raacaya, qalbigiisu waa maqan, erayada afku ka odhanaya laakiin qalbigiisu waa maqan. Qalbigaagu soo jeeda rumaysan Ilaahay inuu ka ajiibayo, malaha Ilaahay ku wanaajinaya, wuxuu ku ducaysanaya fahansan, baahida uu u qabo dareensan, alle subxaanahu watacaala uu ammaanayo, nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku sallinayo, qiblada uu u jihaysanayo, maalinkaa lafteeda xilliyada khayrka badan uu ka sii faa'idaysanayo, bayna aladaani waliqaama, salawaadda gadaashooda, salaadda gudaheeda, waqtiga saxarka ee caawa aynu geli doonno, xilliga la suxuuranayo, waqtiyada fadliga badan iyo waqtiyada kaleba inuu aada ugu sii dadaalo oo ducada badiyo. Maalmaha sannadka maalinkii ducadu ugu qiimaha badnayd ayaa waxa weeye inugu soo aadan walaalayaal. Waxaa ka mid ah maalinkaa fadligeeda nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam in maalinkaa la soomo, soomkeeda lagu dadaalo, ajarka laga helayana waa soo sheegay. Laba sano dembigeed baa lagugu dhaafayaa. Nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, su'ila can sawmi yowmi carafa, maalinka carafa soomkeedaa la weydiiyey. Wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam, innii laa axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii qabla wasanata alatii bacda,
إلهي وحن كفلانيا كرجينيا وحن نبقى الله سبحانه وتعالى كفلانيانا وصيدا وغفر شيء ويحبك صنوق الميا وحن إلهي كفلانيا لبسنا ذنبك ذي اللي قدافه سنة تغيي سنة صوصورة مالك الصوم كذا نوحها بون هبيك إلا سين يهودو مر هدي عيما تاي صوم عيما وياه او وقت الله عيمي فضلك انت لقنا الله شاقي وإن هبيك إلا سين يهودا صوم كذا صحنا ما تدك قاربا سويدية بشي رمضان باق الله اللي يغلي هدان عرفنا من يودو مالك قلاه اللي يقول هانا إساقنا عنون يودو أما مالمه قلاه اللي يقول هانا مالنا كقويو عرفنا عنون يودو سي مالك قلوه نوي قهر لبضى السنو ذنبي قد الله يقول داف أحد لنا هاي صوم كوقتي سوى عريري وحو قاضى هل مال صوم كيدبو قاضى سيدا أويد هداد قلن يوتنا قلو النقرية هداد عرفون يوتنا عرفوا النقرية هداد لبضبون يوتنا كيفر الكو دعية وقليه مو دعية مركا قفك وائنو أمني يودا يوم عرفة وحلقية ما إلا يسوي ديو هدي الله بضبا آن لو كل من كرين الله بضب مثل نيوني بشي رمضان نوحلق قلي وقال ليه بشي رمضان ويدير رمضان إنك مفقين شوالي ذي القعدة لا بد من أنك سكين بشي رمضان ودعي سادات بغن قلل الولي يدو قليه اللي يقول يا هاي رمضان صوم سنة أم سوم كنا ومسلا علم الله يسكوها يا لكن سيدا راجح حوق بغني ولا سوم كنا وكا واحد مرانا هدي قلل الولي واحد نيوتا مالك السنة عرف النيوت أجر كيدنا قادو قال له اللي يقول هانا دبات كسوميسا إن شاء الله تعالى ولا ليا مالين كاس لو يقال يوم عرفة ومالين دتك السلف كي صالحة هاي ونكسنا أنو كد ينين صحابة يتابعين تي كد داريين عبادة دي كد داريين سعيد بن جبير وحاوليه وحاهبون حاسسكين يغبتكين يشقاليهين كورغا إذن لتشوغا إناد وحاوليه يحلق السحور تتوسسان سيال الله سبحانه وتعالى أمرياء السحورتان الصومان هل أولد ذالبون وخير كاسينا وأدقكم كومنا افهم لغنا يعدي وركاك وقاريو وحاوية هداد هليسو وحاوية عرور يحرر لبا قولي وحاكو قولنو لإلاد سوميسو وحي أودا يمانكا أجر كيدنا سيوقف إيديستان وإن لقلد ذالوي قولي نوحو سوهينا يا بركو يا خير يا وانا أيو قولي ندحل سيني بل علمات وحي كهر للمسألة التعريف في الأمصار مالك عرفة تدكي حجيدة هدمانت هل موقف بيسوه إمانيا أو حوية موقف كعرفة اللي إلهه والنبي كنت المامي الحج عرفة حج كبوا مالكاس وأركان تواوي حج كولي قفك عرفي هدي أي دافتو حجك ودافة لكن انت أنا عرف دافين وحكستو دافو كدبتغي مر هدي مانك عرفي آنو دافين لكن مانك سيهدو كدافو حجك وكدافة
xujaydu hal meel bay isugu wada imanaya maalinka noocaas. Maalinkaas xujaydu way ixraamay oo waxay maryaha dhiganayaan maalinka tobnaad ee ka dambeeya oo ay xalaaloobayaan. Maalinkaas sagaalad waa muxrimiin, labadii go ee cadcad ayay ku taagan yihiin. Dhammaantood goob yaroo kooban bay isugu imanayaan oo xilliyada qaar 3 milyan ama 4 milyan bay gaadhaan oo waxa weeye maryo cadcad wada xidhan. Marka halkaa la taagan yahay waxaa lagu xasuusanayaa maalinka qiyaame, mowqifka alle subxaanahu wa tacaala la hortaagan yahay oo dadku ciriiri ay ku jiraan, dadku ay dhididsan yihiin, dadku ay dhididsan yihiin, waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala ay hortaagan yihiin ayaa waxa weeye lagu xasuusanaya maalinka carafa. Waxay culimmadu isweydiiyeen dadka aan xujayda ahayna iyagu carafa ma samaynaya ama masaajidada ha noqoto ama waxa weeye goobo kale ha noqoto, dadku waxa weeye ma isu soo baxayaan oo ma ducaysanayaan oo ilaahay ma isu bihin bihinayaan si alle subxaanahu wa tacaala naarta uga xoreeyo. waxaan leenahay in laysu yimaada maqsuud maah, laakiin qofku inuu maalinkaas sida xujaydoo kale uu u banbaxo cibaado iyo xus alle subxaanahu wa tacaala uu xusayo waa mid loo baahan yahay. gurigaaga ayaad carafo ku samaynaysaa mowqifkii carafa, masjidka haddaad timaado aad ku ictikaafto oo aad ku carafayso, ajarkii iyo khayrkii waad helaysaa. waayo saynu soo tilmaannay maalinkaas waa maalin alle subxaanahu wa tacaala xuskiisa la badinayo. faakhiruu fiihinna min altasbiix waaltahliil waaltakbiiri waaltaxmiid. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, maalmahaas waxaad badisaan tahliisha, takbiirta badiya, taxmiidda badiya, alle subxaanahu wa tacaala xuskiisa ha la badiyo. maalinka sagaalaadna waa ka mid. idan maalinkaas waa maalin soonkiisa la raacinayo alle subxaanahu wa tacaala in la xuso. walaalayaal, maalinkaas carafaynu ka hadlaynaa waa maalinka berita ah, caawa waa 9, wixii laga gaadhaya ha lagu dadaal. beri 9-kana waa la wadaya ilaa gabal dhac laga gaadhay. gabalku markuu dhacana waxaa soo gelaya 10-kiibaa soo gelaya, waa habeenkii ciideed oo isaguna fadligiisa iyo khayrkiisa wata. yowmu carafa waxyaabaha lagu dadaalaya waxaa ka mid a takbiirta ayaa ka mid a salaadaha dabadeeda, suuqa marka la maray allahu akbar codka kor loogu qaado oo lala jahro oo waxa weeye xuska alle subxaanahu wa tacaala la muujiyo ayaa waxa weeye laynoo jidaya sidii salafkii ay samaynayay. maalinka inaynu ku dadaalaa loo baahay, waxaasoo fadliya iyo waxaasoo khayra iyo waxaasoo wanaaga xilligeedii waa taagay, waa caawa ilaa laga gaadhayo maqribka dambe, laga gaadhayo saacadaha kooban ayaa waxaasoo fadliya iyo waxaasoo khayra iyo waxaasoo